شكل البيان الأمريكي الفرنسي المشترك الذي صدر أمس بعد اجتماع ضم وزير خارجية الولايات المتحدة وفرنسا فيل كيدورسي تطوراً لافتاً على خط الملف اللبناني وتحديداً الحكومي، إذ شكل بحسب مصادر متابعة إشارة ودفعاً إيجابياً باتجاه تنفيذ المبادرة الفرنسية بدعم أمريكي، ولا سيما أن معلومات الأو تي في تفيد بأن ماكرون ستكون له جولة خليجية بالأسابيع المقبلة لا تشمل السعودية فحسب بل دولاً أخرى كالإمارات وقطر ما أن تفتح الحدود بسبب كورونا. وفيما لم تنفي ولم تؤكد مصادر بيت الوسط إمكان أن يكون الحريري قد انتقل من القاهرة إلى باريس أو إلى الإمارات مجددا، رجحت معلومات الأو تي في أن يكون الرئيس المكلف متواجدا في هذه الأثناء في العاصمة الفرنسية التي شهدت أيضا أوساطها تكتما شديدا حول الموضوع. هذا الحراك الخارجي يتزامن مع كلام داخلي بارز أتى هذه المرة على لسان نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، الذي تطرق فيه للمرة الأولى لمسألة الثلث الضامن. ليس مطروحا أن يكون هناك ثلث ضامن. ما طرح معكم كحزب الله في الغرف المغلقة؟ لم يطرح معنا أن يكون هناك ثلث ضامن لأحد. الكلام عن الأعداد أن رئيس الجمهورية يريد تسمية 6 من أصل 18 7. هذا ليس ثلثا ضامنا أو من 20. التفاصيل الأخرى هي التي محل نقاش، اللي هي أنه الداخلية والعدل، اللي هي الداخلية والعدل، وهل يكون لرئيس الجمهورية تسمية 6 أو أقل. فالواضح أن المشكلة الداخلية في لبنان هي الأصل في معالجة موضوع الحكومة. فإذا اتفق رئيس الجمهورية مع رئيس الحكومة تنجز الحكومة خلال ساعات. كلام قاسم لم يقرأ فيه الحليف أي انتقاد أو تصويب. من أول نهار نحن كنا عم نحكي مع معايير موحدة ولا وما عم نطالب بثلث معطل. نحن عم نقول المعيار اللي بده يعتمد مع كل الطوائف كل الأحزاب يلي بدها تدعم هذه الحكومة نحن فيها. ولما بيقول إنه نحن بنمشي بما يتفق عليه الرئيس عون والرئيس الحريري، منه هيدا إشارة إلى إنه الحزب انتقل من موقف إنه كان قبل خلصوا مع الرئيس عون ومنشوف بعده مع الرئيس الحريري إلى موقف إنه اللي بيتفق عليه الرجلين؟ لا، لأنه الدستور واضح بالمادة 53 أنه تشكيل الحكومة هو بيتم بين رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية. يعني ما شفت في تراجع بموقف حزب الله؟ هذا موقفنا من الأول، ما أنه موقف مستجد. ماذا يترقب الطرف الآخر من الرئيس المكلف؟ وهل سيزور الأخير بعبدة؟ آخر النهار رئيس الحريري بده يرجع بعبدة، واضح أنه الرئيس ما أنه ماشي بهذه التركيبة. إجا جواب الضمني أنه مرفوض وتشكيله مرفوضة، أوتوماتيك ما بده يرجع ويقعدوا رئيس الجمهورية رئيس المكلف مشان تشوفوا تركيبة جديدة. تأخير شهر ونص بيتحمل مسؤوليته رئيس المكلف مش رئيس الجمهورية، لأنه ما فيه مثل ما سرب ومثل ما انحكى انه التشكيلة فوق، انه التشكيلة فوق خليه يتفضل يمضيها في خط الرئيس. هيدي لعب 100 سنة بيحلموا فيها. على اي حال فلننتظر عودة الحريري الى بيروت وما قد تنتج عنه حركة الخارج التي يعول عليها جديا هذه المرة، تختم مصادر متابعة.